فرط الاستذكار أو الذاكرة الذاتية هي تعريفات مختلفة لحالة واحدة، وهي فقدان الشخص قدرته على نسيان تفاصيل حياته وتجاربه الشخصية مهما مرت السنين. فبيوجد أشخاص حول العالم بيتذكروا أدق التفاصيل يلي بيعيشوها وعم يعيشوها من بداية حياتهم لنهايتها. بينتمي فرط الاستذكار للأمراض النادرة والعصبية، وبيوجد حوالي 20 شخص حول العالم مصابين فيه فقط. بيتذكر الشخص المصاب جميع التفاصيل بحياته، وعنده تنظيم للذاكرة وتنظيم للتواريخ بالمخ، وبيتمتع بذاكرة أفضل على المدى البعيد، ولكن الأكيد أنه إلى سلبيات كتيرة، فهي بتسبب الخوف والقلق والتوتر واليأس والاكتئاب بسبب تذكر الأشخاص للأحداث المؤلمة والمزعجة اللي مروا فيها. ببعض الحالات ممكن أنه يصاب الأشخاص باضطراب الوسواس القهري. بتم تشخيص فرط الاستذكار من خلال استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، والغريب أنه الأطباء وجدوا الأجزاء المسؤولة عن حفظ الذكريات عند المصابين ناشطة أكثر بسبع مرات من الأشخاص العاديين. تتمثل أعراضه بزيادة النشاط الذهني بصورة عالية، وبتناول المصابين الشاي والقهوة بشكل مفرط، إضافة لأنهم بيتحدثوا بكثرة وبأكثر من موضوع بالوقت نفسه، وأيضا بتزداد عندهم بعض الهرمونات مثل الدوبامين والسيروتونين. لكن الذاكرة القوية ما بتعني أبدا أنك من مفرطي التذكر، فتذكر التفاصيل عندهم بيتضمن التواريخ والمواعيد الدقيقة والمعلومات المعقدة. بالنهاية كنا بنتمنى نتذكر كل اللحظات الحلوة يلي بنمرق فيها، لكن فرط الاستذكار ممكن يكون أثره سلبي على حياتنا، خاصة إذا كنا مرقنا بلحظات مؤلمة وقاسية ما بنتمنى نرجع نتذكرها.